نستكمل النقاش في الاستوديو مع الدكتور عبد الحفيظ النهاري الباحث والمحلل السياسي. دكتور عبد الحفيظ، يعني في ظل الجهود الوصول إلى هدنة أكثر شمولا، ما هي العقبات التي تعترض جهود الوساطة العمانية؟ الوساطة العمانية تركز على تجديد الهدنة، أو بالأصح تترجم الرغبة الخليجية في تمديد الهدنة دون حسم نهائي، لا للحرب ولا للسلم، أي إبقاء الوضع في حالة لا سلم ولا حرب، وضمان، ولكن بضمان أمن المملكة العربية السعودية التي لها حدود مباشرة مع اليمن. يبدو الأمن السعودي أولوية في مسألة المباحثات الثنائية. تريد السعودية ضمانات لعدم اختراق حدودها، سواء بالمسيرات أو بالصواريخ أو باستحداث الجبهات على الحدود، وهي تعلم أيضا أن هذا لا يتم إلا من خلال أيضا تواصل عماني ووساطة عمانية مع طهران، أي ارتباط ارتهان الحوثيين للقرار في طهران يجعل هذه الوساطات والمباحثات مرتبطة أيضا بإيران، بحيث تصل إلى توجيه الحوثيين أو إيجاد ضمانات إيرانية عمانية حوثية بعدم المساس بأمن المملكة العربية السعودية. طبعا التركيز على هذه النقطة يجعل إغفال النقاط الأخرى محل ضعف، ومن أهمها طبعا استعادة الدولة، استعادة الشرعية، تقوية الطرف الشرعية الذي يعني الذي هو أصلا قوته يستمدها من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. طبعا هناك ملفات ثانوية مثل المرتبات. المرتبات أكثر من يركز عليها الحوثيين، لأنهم يريدون أن يحولوا المسار وكأنه فقط له علاقة هم يريدون ثمن، وثمن نقدي من خلال تمويل خزينتهم، سواء بالمرتبات أو بحوافز أخرى. من ضمن هذه الحوافز الهدنة نفسها هي تقدم لهم حوافز، يعني استراحة مؤقتة ليعيدوا تنظيم أنفسهم أكثر، لأنهم هم لا يستطيعون أن يعيشوا بدون حرب. المسألة الثانية مسألة المرتبات، يريدون أن يخلطوا الأوراق، أن يخلطوا بين موظفي الدولة وبين ميليشياتهم المقاتلة، ومن غير المعقول أن يصبح التحالف والشرعية أن يمولوا المقاتلين الميليشياويين الإنقلابيين الذين انقلبوا على الشرعية وأخرجوها من العاصمة. من المستحيل أن يحدث مثل هذا بما يتعارض مع هدف الحرب نفسها، حرب استعادة الشرعية. ولكن هناك سلة حوافز من قبل الخليج يحاولون، ومنهم السعودية، لترغيب الحوثيين أو لجرهم إلى مربع السلام والتسوية السياسية. هذه الملامح ليست واضحة إلى الآن، لكن الحوثيون أنفسهم يقولون يعني أننا اقتربنا من الحل، وهم فقط يقولون هذا الكلام ليوهموا الرأي العام المحلي والرأي العام الدولي أنهم لينون وأنهم مرنون وأنهم مع السلام، من أجل أن يركن إليهم المجتمع الدولي ويضعهم في مربع السلام، وحتى لا يصنفوا، لا يمضي المجتمع الدولي إلى تصنيفهم، إعادة تصنيفهم كمنظمة إرهابية، ومنها بالذات الولايات المتحدة وبريطانيا الدول المؤثرة في مجلس ممكن الآن. أن تتحول يعني هذه الوساطة العمانية إلى شروط حوثية وتذهب أدراج الرياح كسابقاتها. هي شروط حوثية إذا استمرت يعني الحوثيين يعني شروط حوثية مجحفة وعلى حساب الشرعية. طبعا الشرعية لم تصبح حتى الآن ليست طرف في هذا الحوار. الحوار هو ثنائي سعودي حوثي بوساطة عمانية، والشرعية ما تزال خارج هذا الحوار،
والشرعية طبعا تشعر بالقلق، لكنها تثق أن المملكة العربية السعودية وقيادة التحالف لا يمكن أن تتخلى عن 8 سنوات من التضحية والحرب من أجل استعادة الشرعية. ولكن وضع الشرعية حرج بالنظر إلى التهديدات الحوثية للموارد الاقتصادية وموارد النفط والموانئ، وهذا يجعل الشرعية في يعني مربع ضعيف على الأقل من الناحية الاقتصادية. ولربما أن مثل هذه المباحثات تقرب وجهات النظر، ولكن بحذر، ولا نستطيع أن نثق بما يمكن أن يخرج عن هذه المحادثات الثنائية. طيب يعني ما لم يكن في صالح الشرعية. نعم، ما الذي سننتظره إذن من زيارة المبعوث الأممي غرونبرغ إلى صنعاء؟ المبعوث الأممي قالها بوضوح أنه لا حل للمشكلة اليمنية إلا بحوار يمني يمني برعاية الأمم المتحدة. نعم. أي أننا نرفض أو لا نود، لا نحب، أو لا نتساوق مع أي حلول، أي حوار ثنائي يتجاوز الشرعية والأطراف يعني اليمنية. هل سيتم تحقيق ذلك على الواقع يعني؟ طبعا هذه مجرد أمنيات. المبعوث الأممي يقول نتمنى أن يكون عام 2023 هو عام السلام في اليمن. نعم. على فكرة المبعوث الأممي السابق جريفيث الذي أصبح الآن الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية قال في تصريح اليوم إن اليمن بحاجة إلى حلول وليس بحاجة إلى مزيد من الإحاطات. نعم. وكأنه ينقد خلفه الجديد غرونبرغ وينتقد أداءه الضعيف في الملف. نعم. اليمني. دكتور عبد الحفيظ النهاري، باحث ومحلل سياسي، شكرا جزيلا لك، سعدنا بتواجدك معنا. شكرا لكم.